هذا وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن مقاتلات إسرائيلية غارة على بلدة قلية في البقاع الغربي شرقي لبنان، كما أفادت بشن غارة استهدفت منطقة بين بلدة الطيبة وأنصار قضاء بعلبك. شباب، هذا الفيديو من أرض الواقع، يعني من منطقة الطيبة خلف مزارع آل المصري. اللي بيحب ياخذ هذا الفيديو يعرضه عنده ياخده. هاي محل الغارة، كان في براد هون، برادات كان للخضار هون. شباب، هذا الفيديو من أرض الواقع، يعني من منطقة الطيبة خلف مزارع آل المصري. اللي بيحب